السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نوريكم روتيني اليومي لتغذية البشرة. ماسك اللي غادي ندير لوجهي، ماسك رخيص وبسيط. دونك هاد الماسك هو باللوز وزيت الارغان ديال لامارك لا فالي دو روز. هاد لامارك خديتها من قلعة مكونة، مي كاينين في تقريبا جميع المدن كتلقاه. الثمن ديال هاد الماسك رخيص، داير ب20 درهم، دونك ما غاديش بزاف. ها هو في بزاف ديال الانواع. انا خديت هاد ماسك باللوز وزيت الارغان، مازال عندي دوطخ ماسك حتى هما هي ديال الطين اللي غادي نوريه لكم. دونك بالترطيب ها هو لو ماسك، ها هو فريمون تري موسو، يعني داير بحال كريمي بزاف. ها هو شتي. دونك غادي نديرو لوجهي، كنخليه تقريبا واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه بما على نشف في الوجه. كتقدر ديريه حتى في العنق، ديري في الكوعين او في الكوعين الا بغيتي حتى هما يترطبيهم ايتو. وهذه لي بونج ديالي اللي كان نشف بها وجهي، اللي كان حيت بما انه كيكرم على الوجه فصعيب تحيدو بيديك، فانا كناخذ هاد لي بونج كنخليها تنشف كتكرم. دابا راه رطبه حيت فيها الماء، حيت غسلت بها وجهي ايتو. ومن بعد بالليل غادي ندير لا روش بوزي، هاد لا مارك ديال ايفال كارديو فوجي، لان عندي شويه الحبوب فوجي كناكل فيه ماكله الصنقه. دونك غادي ندير هاد ايفال كارديو بالليل باش يحيد ليا وينقص ليا الحبوب. هذا سي ان سوان كوركتور اونتي امبيرفيكسيون اللي كنت ديجا درت عليه فيديو لتحت، اللي بغى راه غادي يلقاه لتحت في القناه. دونك نبداو على بركه الله. غادي ندير الماسك لوجهي ومن بعد غادي نوري لكم. ها هو الماسك. دونك انايا درتو في وجهي، دونك هو تري موسو، كيبان رطب بزاف. نخليه واحد ربع ساعه حتى ثلث ساعه بما على نشف وجهي، ومن بعد نحيدو. بقاو معايا. بعد ما نشف الماسك دونك خليته واحد ربع ساعه حتى ثلث ساعه. ها هو نشف فريمون غزال. هذا الماسك كيعجبني بزاف، اصلا الطين راه مزيان للبشره، دونك كينقيها وكيصفيها وميم طون ترطيب البشره. ها هو كاع نشف. دونك كناخذ هاد لي بونج اللي وريتكم، ها هي دابا انا راني غسلتها و كندوز. دونك دابا غادي نمشي للدوش باش نغسل وجهي ونوريكم الريزولتا. بقاو معايا. بعد ما حيدت الماسك دونك ها هو وجهي، صراحه كنحس بيه بياض وفريمون كيخلي البشره رطبه بزاف. نتمنى يعجبكم هاد الماسك، اصلا راه رخيص، دير بشي 20 درهم، دونك ما غاليش بزاف، ديال لا فالي دو روز. دونك نورمالمون انا خديتو من قلعة مكونة. نتمنى يعجبكم الفيديو، اللي عنده شي سؤال يخلي ليا كومونتير لتحت باش نجاوبو عليه. اللي عجبو الفيديو يشارك في القناة باش يوصلو كل جديد. شكرا.